مؤتمر الوحدة الإسلامية، المفهوم والفرص والتحديات، مؤتمر أتى في وقته للحديث عن مفهوم الوحدة الإسلامية وبيان هذا المصطلح الذي التفت حوله مجموعة من الأشخاص الغير مثقفين في الجانب الديني والغير متخصصين، وأول هذه الوحدة لتوجهاتهم السياسية والحزبية. ولله الحمد نحن في نعمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للحديث عن هذه المفاهيم الإسلامية التي سلبت من قبل العقول المتطرفة، حيث استطاع علماءنا البحث حول هذا المصطلح وبيان مفهومه وتصحيحه لشبابنا حتى يكونوا على بينة من أمرهم ويكونوا على إدراك في واقع مجتمعاتهم الإسلامية التي يعيشون فيها، ولا يكون هناك اختطاف لأفكارهم. الشكر موصول لجميع القائمين على هذا المؤتمر، ونبارك لهم جهودهم.